للحديث عن وادي الفروسية بوزارة الداخلية اللي استقبل نهائي بطولة الجمهورية للفروسية واللي شارك فيها 280 فارس، ولجنة التحكيم كانت مشكلة من الاتحاد المصري للفروسية. والحقيقة أن المشاركين يعني في البطولة أشادوا بالمستوى المتميز لوادي الفروسية وتجهيزه بأحدث الوسائل المعتمدة دوليا، وده طبعا بيأهله لاستقبال المنافسات الدولية في رياضة الفروسية. تتهادى الخيول ويتبارى الفرسان على مضمار وادي الفروسية في نهائيات بطولة الجمهورية للفروسية، بعد أن هيأته وزارة الداخلية وطورته لاستقبال مسابقات الفروسية محليا ودوليا. شايف في تطورات كثيرة جدا في وادي الفروسية، ومن أراضي جديدة، من تجهيزات، من نظام عمل. عندي حالة انبهار كده بالمكان والتنظيم، من أول الدخول للباركينج لل الأرض، الأرض ممتازة وده بيساعد الولاد كتير. على ضفاف بحيرة عين الحياة بمنطقة عين السيرة بالفسطاط، ثلاث ملاعب رئيسية بمواصفات دولية وثلاث ميادين إحماء، استضافت 342 فارسا في مباريات الفروسية و36 فارسا في التقاط الأوتاد. النادي عامة مجهز بمستوى عالي جدا، فبيبقى مريح لكل الالعاب، يعني سواء التقاط الاوتاد او الفروسيه، القفز او الدراساج، يعني كل لعبه بيبقى ليها الارض المناسبه ليها، فالموضوع لطيف جدا. المدرجات كانت مجهزه بشكل ممتاز في الحقيقه، كانت مقرباك من الارض كفايه، مخلياك تحس بجو الارض، تحس باحساس الحس اللعيب كده، احساسك اللي انت فعلا انت اللي بتلعب مش اللعيب. كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية تتوفر هنا. فندق مجهز لإقامة اللاعبين، وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية، وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير بين جنبات الوادي، فضلاً عن مطاعم وكافيتريات. من ساعة ما دخلنا من البوابة في ناس بيدخلونا من بره بيجهزونا للبطولة، والأوتيل اللي موجود هنا حلو جدا، متنظم جدا، وفكرة حلوة جدا هم يعملوا ملعب جنب الأوتيل عشان البطولة بتبقى 3-4 أيام للنهائي. الكلام ده كله بيساعدنا إن احنا نأدي أداء أحسن في البطولة ونعمل أحسن حاجة عندنا. وتم توفير اسطبلات ذات سعة كبيرة لإيواء الخيول، مع توفير خدمة بيطرية ملائمة لها، وهو ما يساعد على إراحة الخيول المشاركة بعيداً عن عناء التنقل. بدون نقاط جزاء 45-69. غرفة الحكام صممت بطريقة تساعد على رؤية زوايا أفضل لكافة الملاعب، وهو ما يساعد الحكام على أداء تحكيمي أفضل في كافة البطولات. احنا بنفخر ان عندنا مكان زي ده في مصر، يعني مكان متكامل من كل حاجة، سواء أراضي أو منصات تحكيم. وإحنا بنشكرهم جدا على الميادين اللي ادوهالنا، وعلى الاسطبلات، وعلى الأماكن الممتعة اللي هي فخر لرياضة الفروسية في مصر. المكان ده فعلا شرف لمصر والمصريين بجد وللفروسية كلها. المكان إحنا بقينا بنفتخر إن إحنا موجودين هنا. فخور بالدعم اللي مقدمه وزارة الداخلية، دي حاجة جميلة جدا لرياضة الفروسية، وعرفت دلوقتي كمان إن هيكون في دعم لرياضات تانية في الخيل، ودي حاجة يعني هتضيف كتير قوي للحصان العربي والحصان المصري بشكل عام. وزارة الداخلية طورت وادي الفروسية ليستقبل المنافسات ليلا من خلال منظومة إضاءة متطورة زودت بها الملاعب. ختام فعاليات المنافسات التي تواصلت على مدار أيام كانت مراسم تتويج الفائزين في مختلف منافسات البطولة، وبحضور وزير الشباب والرياضة، حيث تم توزيع الجوائز عليهم ليكون ختاماً ناجحاً لبطولة الجمهورية للفروسية لهذا الموسم على أرض وادي الفروسية. حاجة الحقيقة نفخر بيها، وإحنا إن شاء الله يعني نفخر نجيب كل الفروسان بتوع العالم وكل
واتحاد الفروسية والحكام والمواكبين من الاتحاد الدولي يجي يشوفوا مصر عاملة إيه ووزارة الداخلية عاملة إيه في قطاع الفروسية. مبروك على يعني هذا الصرح العملاق اللي فعلا هيساعدنا لتطوير كبير جدا في رياضة الفروسية ومستواها مع الاتحاد المصري للفروسية. فكل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية اللي دايما في عملنا في وزارة الشباب والرياضة في الحقيقة في تعاون كبير جدا في كل المجالات الرياضية والشبابية مع وزارة الداخلية. قيام وزارة الداخلية بتطوير وادي الفروسية منشآت وملاعب ومرافق ساهم في أن يكون الوادي ملتقى لمنافسات الفروسية محلياً ودولياً، وهو ما تسعى إليه وزارة الداخلية الارتقاء برياضة الفروسية في مصر. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.